ضمن أطر ديمومة جامعة المقا وبأعلى المستويات ألقى رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب محاضرة في المكتبة المركزية للجامعة عن دور المكتبات المثالية ذات المواصفات العلمية والمهنية العالية في تثقيف وتهيئة المجتمع وخلق بيئة ملائمة للقراءة والبحث. وجاء ذلك بحضور من قبل منتسبي المكتبة المركزية وقسم الإعلام. المكتبة بوضعها الحالي جيدة، تتناسب مع وضع الطالب مع وضع الأستاذ، بس لازم أن نستفاد من تجارب الآخرين. تجارب الآخرين مهمة، وخاصة التجارب اللي هي في العالم المتحضر المتقدم اللي قطع الشوط. احنا ما زلنا بلدان حقيقة نامية، عندنا طاقات، ولكن يحتاج لنا الكثير حتى نواكب هذا التطور حتى نكون بمصاف الجامعات العالمية. فيما وتم عرض فيلم توضيحيا لزيارة رئيس الجامعة إلى مكتبة فرايبيرك الألمانية موضحا آليات وتطبيقات عمل المكتبة والطرق المثلى في الاستقطاب وتوفير الأجواء الكاملة للقراءة والبحث. زياراتي إلى ألمانيا أحب لما أزور أو إفاد أو على مكان أنا رايح له بشكل شخصي أوثق ما يفيد المجتمع لأنقل هذه التجربة للآخرين للاستفادة منها. أحيانا إذا أبدأ أحكي مثل PowerPoint وأتحدث بأرقام وهذا، يجوز المتلقي يكاد يكون ما تتولد عنده الصورة الكاملة، بس لما أعرض لها على شكل فيديو وأثناء هذا الفيديو أشرح له يكون أكثر استيعاب له من خلال هذا الفيديو اللي موجود عندنا حالياً في المكتبة. نحاول أن نحافظ عليه، واللي ما موجود عندنا نحاول أنه نطبقه حتى نستفاد. هاي التجربة هسه اللي راح تشوفوها مو فقط تفيد الطالب، وإنما تفيد المنتسب في المكتبة. وقد سعى رئيس الجامعة إلى إظهار التقدم الإلكتروني الذي من الممكن أن يعزز عمل المكتبة المركزية، وذلك بالاستفادة من تطبيقات الحاسوب والبرمجيات الأخرى من أجل إيجاد أسهل الطرق التي تمكن القارئ والباحث من إتمام مشروعه البحثي بيسر وسهولة وبفترة قياسية. المكتبة بعد أن انتقلت إلى هذا المكان صار عندنا مركزية أكثر للعمل، بنت كأنما من جديد على أيدينا، فقدرنا نعرف كل حاجة وين مكانها، وعندنا مواطن ضعف لنحاول قدر الإمكان أن نحسنها، وأكو مواطن اللي هي قوة اللي نحاول نطورها. هذا وتمتاز المكتبة المركزية في جامعة النهرين بوجود العديد من الكتب والبحوث والمجلات لباحثين محليين وعالميين وبرصانة علمية عالية، فضلا عن وجود العديد من الطرق الإلكترونية والورقية التي تسمح للباحث في جمع كل ما يحتاجه من مصادر متنوعة. Thank you.
حقيقة كانت رغبة أن بنقل تجربة العالم في إدارة المكتبات. تم عرض فيديو للمكتبة المركزية في جامعة فرايبرغ الألمانية إلى منتسبي المكتبة، بعد أن تم وضع اللمسات الأخيرة لانتقال هذه المكتبة التي افتتحت هذه من قبل معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور الشهرستاني. واليوم نرتقي بالتكنولوجيا الحديثة في المكتبة. هذه المحاورات وهذه المناقشات تضيف إضافات جديدة، منها الاعتناء في المكتبة من حيث النظافة ومن حيث المحتوى وكذلك من حيث التعامل، فضلا عن أن تكون المكتبة في خدمة المجتمع وليس محددة بوقت الدوام فقط، ولكن أن تكون المكتبة للجميع، لكل من يرغب بالتعلم ويأتي إلى المكتبة للاستفادة. هذا ما موجود في العالم الخارجي. وأيضا ناقشنا موضوع المتطلبات الفنية والتكنولوجيا التي تحاكي الحداثة والعصر ضمن تكنولوجيا المعلومات. أيضا هناك نقطة مهمة، كيفية التعامل من منتسبي المكتبة مع الطلبة ومع الأساتذة، وكيفية احترام القوانين والضوابط والتعليمات. في الجامعات العالمية هناك تكنولوجيا حديثة في الاستعارة للكتاب واستخدام الوسائل الإلكترونية في الطباعة، وتسهيلات كثيرة من خلال شبكة المعلومات والإنترنت يستفاد منها الطالب والباحث. تم توضيحها من خلال فيلم فيديوي. هذا الفيلم الفيديوي استفاد من عنده الطالب المبتعث وطالب الزمالة والنفقة الخاصة عندما يذهب إلى الخارج، بدلاً عن الدورات التي تؤخذ في هذه الأماكن. ولكن اليوم احنا نجعل هذه البرامج داخل العراق حتى عندما يذهب إلى التكنولوجيا الحديثة لا يستغربها، وبالتالي يتعامل معها بيسر وببساطة. اليوم حقيقة احنا بحاجة ماسة إلى التكنولوجيا، وخاصة إن شاء الله جامعة نهين قد بدأت في مسألة الحوكمة الإلكترونية للجامعة، وهذا الموضوع اليوم بدأنا في مد الكيبل الضوئي وشراء السيرفرات، وإن شاء الله تعالى سوف تكون جامعة خدماتها وإدارتها إلكترونية ضمن الجامعة في استخداماتها للحوكمة الإلكترونية. وفي ختام المحاضرة أثنى السيد رئيس الجامعة على جهود العاملين في المكتبة المركزية وتطور الأداء القياسي في هذه المكتبة.